كلاب مدربة، فئران، وصراصير وأنواع مختلفة من الحشرات والمجسمات المبرمجة الآلية، أحدث التقنيات المستخدمة للكشف عن الناجين تحت الأنقاض التي استخدمتها فرق الإنقاذ الوافدة إلى تركيا وبعض مناطق الشمال السوري عقب الزلزال المدمر الذي أطاح بمئات وآلاف المباني على رؤوس ساكنيها. حرفية عالية قادتهم للوصول إلى كثير من الأرواح التي كانت تصارع الموت كل دقيقة وهي لا تعرف أين سيودي بها مصيرها المجهول. لكن العلم والتطور لم يبقي مشكلة بدون حل. تقوم مجسمات الإنقاذ الصغيرة على مبدأ وجود كاميرات صغيرة على ظهرها ونظم استشعار مبرمجة تستطيع الدخول حتى في أضيق الأماكن والوصول إلى الأجساد البشرية الحية وتحديد موقعها بدقة عالية. إنها فئران الإنقاذ المتطورة التي تم استخدامها مؤخراً وأبدت فاعلية عالية جداً في تنفيذ مهام الإنقاذ الموكلة لها، وأثبتت جدارتها أكثر من كلاب الإنقاذ المدربة التي اعتدنا على قدراتها. كما أن أحداث الزلزال الأخيرة أثبتت لنا معجزات دحضت كل الروايات التي تقول بأن حياة الناجين تحت الأنقاض لا تزيد عن 72 ساعة، فيما استطاعت فرق الإنقاذ الوصول إلى ناجين بعد مرور ما يزيد عن 200 ساعة، منهم أطفال رضع وأطفال لا تتجاوز أعمارهم الأيام. كيف تعمل فئران الإنقاذ؟ تعمل الفئران على مبدأ وجود كاميرات أنبوبية وروبوتات وعلى ظهرها أجهزة استشعار حرارية تساعد في التعرف على حرارة أجسام الناجين. كما أنها تحمل أجهزة تلتقط مناطق دقات القلب الحية وتكشف مناطق ثاني أكسيد الكربون الذي يخرج من الناجين أثناء عملية التنفس الطبيعية، ويتم الوصول إلى الناجين عن طريق صور الكاميرا الموجودة على ظهر الفئران والمقترنة بجهاز تتبع دقيق جداً يحدد مكان الناجين بدون أي مجال للخطأ. يعمل العلماء على تطوير أجهزة أكثر دقة وتطوراً من فئران وصراصير الإنقاذ إلى جهاز الثعبان المنقذ الذي يبلغ طوله قرابة 1.5 متر ويتضمن 17 مفصلاً مزوداً بأجهزة استشعار المسافة التي يمكن عن طريقها أن يعرف الروبوت إذا كانت كل عجلة من عجلاته على الأرض أو معلقة في الهواء، بالإضافة إلى المحاولات المستمرة لتطوير طائرات الإنقاذ المسيرة التي ستكون قادرة على فصل الأجساد الحية عن الميتة وذلك عن طريق الكشف عن حركة التنفس لصدور الضحايا.